وصلنا مشاهدينا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم، لنحكي عن المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة اللي يعد خطوة مهمة في دعم وتطوير الطفولة. بيتميز بأنه بيقدم برامج تدريبية وبيجري بحوث في مجال الطفولة المبكرة، وأيضا بيعمل على تعزيز قدرات الأطفال. يا رشا، أكيد اليوم ضمن فقرتنا الصباحية رح نروح لنضوي أكثر على المركز، شو هي أهم أقسامه لليوم، المهام الرئيسية اللي عم نشتغل عليها، واليوم حاليا شو هو وضع المركز. رح نتعرف أكثر مع ضيفتنا لليوم وهي السيدة رودانا سلامي، معاونة مديرة المركز. يسعد صباحك. صباحكم يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نعرف شو هو المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة هو مركز من الفئة الثانية، تابع تحت إشراف منظمة اليونسكو وتحت مظلة وزارة التربية. رئيس مجلس الإدارة هو وزير التربية. هو مركز مستقل إداريا وماليا، يسعى ويهدف للنهوض بمجال الطفولة المبكرة، وأيضا البحث والسعي دائما وراء آخر المستجدات في مجال الطفولة المبكرة لنقوم بتطبيقها وتطويرها في الجمهورية العربية السورية وأيضا إقليميا. طيب إذا حبينا نضوي ونبسط أكثر بموضوع الأقسام، نضوي شو هي أهم الأقسام الرئيسية الموجودة بالمركز اليوم، واليوم كيف عم تشتغلوا على تنظيم هذا المركز؟ المركز الإقليمي هو بأقسامه كأي مركز، يعني في دوائر إدارية ومالية. أما المراكز الرئيسية، الدوائر الرئيسية هي ثلاث دوائر. في عنا دائرة الإعداد والتدريب وهي من أهم الدوائر في المركز، تهدف إلى تدريب مقدمي الرعاية على في مجال الطفولة المبكرة على آخر المستجدات في مجال الطفولة المبكرة. أيضا لدينا دائرة البحوث والدراسات التي تعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال الطفولة المبكرة، وأيضا الاطلاع على آخر البحوث إقليميا ومتابعة الملتقيات والمؤتمرات إقليميا ومحليا، والسعي لتطبيق توصيات المؤتمرات في الجمهورية العربية السورية وأيضا إقليميا. أيضا دائرة رياض الأطفال التي تهدف إلى متابعة بعد رياض الأطفال تربويا من خلال الإشراف على عمل الميداني لمربيات رياض الأطفال وتطبيق ما يتم العمل عليه في المركز في رياض الأطفال. لدينا أيضا شعبة مهمة في المركز وهي مكتبة المركز، وهي شعبة ملحقة بدائرة البحوث والدراسات، والتي هدفها الأساسي والرئيسي وأحد مشاريعها الرئيسية هي التشجيع على القراءة. لا نقصد بالقراءة هنا القراءة الكلمات أو الأحرف، وإنما القراءة الكتب التي نبدأ من خلال مرحلة الطفولة المبكرة من خلال قراءة الصور القصصية التي انطلقت بمشروع التشجيع على القراءة، وتقوم دائما بفعاليات التي تعمل على التشجيع على القراءة من خلال القصص، من خلال أنشطة قرائية، من خلال عدة أنشطة سواء كانت في المركز أو أيضا في الرياض التابعة الحكومية أو الخاصة أو التابعة لأي منظمة أو جمعية في الجمهورية العربية السورية. يمكن في مهام أساسية لكل قسم داخل هذا المركز، خلينا نحكي شوي عن هاي المهام. المهام الأساسية بالإضافة طبعا للمشاريع اللي بنعمل فيها نحن كدوائر متكاملة، هناك مشاريع خاصة بكل دائرة. نبدأ بدائرة الإعداد والتدريب، هدفها الأساسي هو إعداد الحقائب التدريبية من خلال رصد الاحتياجات التدريبية لفئاتنا المستهدفة اللي هن مقدمين الرعاية سواء مربيات، أهل، مجتمع محلي، منظمات، جمعيات تعنى بالطفولة. تحويل هذه الاحتياجات إلى حقائب تدريبية وموارد تدريبية من خلال أدلة وكتيبات وحقائب، ثم تدريب هذه الحقائب للفئات المستهدفة سواء كنا في المركز أو بأي جهة تطلب التدريب. ولا يقتصر التدريب في المركز، لدينا فريق وطني في جميع المحافظات السورية. أيضا ما يطبق في المركز من دورات يطبق في جميع المحافظات. أيضا هناك مشروع
أساسي تعمل عليه الدائرة، وهو مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. هو مشروع مستمر، يعني هو مشروع سابق من 2017 ومستمر، ونسعى لأن يكون من ضمن السلم التعليمي رياض الأطفال. دائرة رياض الأطفال تتابع دائما مربيات هذه الشعب، نتكلم عنه أيضا من المشاريع المستمرة في لاحقا بهي الفقرة. دائرة الإعداد والتدريب تسعى دائما لتدريب مربيات شعب استعدوا ليكونوا دائما على اطلاع بآخر مستجدات مجال الرياضة الأطفال. الأبحاث والدراسات، في كل عام تقوم دائرة الأبحاث والدراسات بإطلاق بحث دراسة بحثية من أحد المؤتمرات الإقليمية. أحد التوصيات تكون بسد فجوة في مجال ما، آخر مجال كان السلام البيئي. وجدنا أنه هناك يعني احتياجات كثيرة داخل رياض الأطفال بمفاهيم السلام البيئي، فآخر بحث كان عن واقع السلام البيئي في رياض الأطفال. دائرة رياض الأطفال تعمل أيضا على كل ما هو جديد في رياض الأطفال، وتتابع كل الأبحاث الجديدة وتطبيقها داخل الرياض، فتعمل دائما على تطبيق النهج الشمولي التكاملي، على تطبيق مونتسوري، على تطبيق الأدلة والحقائب والكتيبات والأنشطة التي تقوم بإعدادها باقي الدوائر داخل روضة المركز وباقي الرياض. طيب اليوم التحديات والصعوبات، وهي أمر طبيعي يعني أنه يواجهكم، خاصة وقت منقول نحن مركز مو بس على المستوى المحافظة، اليوم بجميع المحافظات السورية. نحكي اليوم عن أهمية التحديات اللي بتقولوا أنه عن جد هذا تحدي، وكيف اليوم عم تقدروا تتجاوزوا؟ هلأ أهم تحدي عم يواجه المركز هي مثل أي مركز أو وزارة أو جهة بدها تعمل، هي الأزمة اللي كانت موجودة، وخاصة أنه نحن إقليمي. فإقليمي يعني نحن بدنا نتعاون مع كل الدول المجاورة، فإجت يعني كانت الأزمة هي أحد الأسباب أنه ما في صلة تواصل بين المركز وبين باقي الدول، بالإضافة للنقص في الكوادر المؤهلة. يعني بالرغم أنه نحن نتجاوز هاي الصعوبات، سواء كنا أونلاين، نسعى دائما إذا ما في أي حضور شخصي يمثل المركز شخصيا في باقي الدول، نسعى للحضور أونلاين والحصول على كل المستجدات عن طريق التكنولوجيا التواصل الاجتماعي، بالإضافة لنسعى دائما للتدريب المستمر من خلال الخبرات الوطنية الموجودة. بالمختصر المركز لم يقف ولن يقف أبدا بالعمل وبالتطوير وتمكين الكوادر الموجودة، سواء كانت كوادر المركز أو الكوادر التابعة للمركز، بوصفة بسيطة جدا اللي هي محبة هذا العمل، محبة أن نحقق رسالتنا السامية وهدفنا السامي اللي هو طفولة آمنة، طفل آمن في بيئة آمنة في جميع محافظات القطر العربي السوري إن شاء الله. خلينا نحكي عن خطة المركز للعام الحالي. المركز في كل عام يضع خطة تكون هي بأغلب مشاريعه هي خطة مستمرة لأعوام سابقة، لأنه مشاريع المركز هي مشاريع استراتيجية تحتاج لخمس سنوات أو سبع سنوات أو منها مستمر حتى نصل لهدفنا الأساسي. خطة المركز لهذا العام بأحد مشاريعها الأساسية اللي هو مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة، هو أحد مشاريع المركز منذ عام 2017 اللي كان يهدف لإلحاق شعبة واحدة مدرسة تعليم أساسي لعمر الخمس سنوات. الهدف منها هو المحاولة الوصول لكل طفل غير قادر أهله أنه يحطوه بروضة، حتى نحن نسد هاي الفجوة بين الأطفال اللي ملتحقين بالروضة والأطفال اللي ما عندهم القدرة، فاقد. وأيضا نحن يعني نحن بالمركز نعمل على تنمية وتطوير إمكانات هذا الطفل أكثر ما نسعى إلى التعليم، لأنه في مرحلة الطفولة المبكرة نحن نسعى لتنمية وتطوير استعداده، فبيوصل على صف الأول هو قادر أن يتعلم.
نضج إمكاناته واستعداده وقدراته ونوافذ الفرص صارت بأوجه، فهو قادر أنه يتعلم. فنحن كان هذا هو هدفنا، هذا هو المشروع الأساسي. استنى إن شاء الله بالتعاون مع كل مديريات التربية ومع المنظمات المسؤولة نسعى لافتتاح شعب أكثر حتى نصل إلى إن شاء الله بتكافل جميع الجهود أنه هو يكون ضمن السلم التعليمي. يعني نسعى دائما لتدريب المربيات الموجودات داخل هذه الشعب، لأنه في اختلاف بين معلم الصف ومربي رياض الأطفال. المشروع الثاني اللي هو أيضا استكمال دراسة البحثية لسلام البيئي بتحويلها لحقيبة تدريبية وتدريب وتطبيق الأنشطة البيئية على بعض الرياض كنموذج أو كتجربة هذه العام. المشروع الرائد اللي عم نعمل عليه بالمركز بهذا العام هو إحياء التراث اللامادي في مرحلة الطفولة المبكرة. طبعا تعريف التراث طبعا لا ننكر أنه هي بلشت فيه وزارة الثقافة وبعض الجمعيات، لكن دائما في عنا ثغرة أنه ما حدا بينظر لمرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة اللي بنقصد فيها هي من عمر الصفر لعمر 8 سنوات، أما رياض الأطفال من 3 سنوات ل6 سنوات. فنحن دائما نسعى لأنه نحن نهتم بهي المرحلة. فأحياء التراث اللامادي أحد مشاريعنا إن شاء الله السنة اللي عم نعمل عليها من خلال مسرح خيال الظل، من خلال حكايات الجدة، من خلال الأغاني التراثية، نعرف الطفل أكثر بعادات بالتقاليد لنربطه أكثر بهويته الوطنية. أيضا يعمل المركز على من خلال العام الماضي ونستمر الآن وإن شاء الله السنة هو رح يشوف النور، اللي هو دليل تدريبي لجليسات الحضانة اللي هي المرحلة اللي ما حدا توجه لها أبدا، اللي هي من عمر 0 لعمر 3 سنوات، طبعا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي بتعنى بترخيص الحضانات. أما نحن كمركز نتجه للمجال الفني والتدريب لجلسات الأطفال، ومثل ما بنعرف كلياتنا أنه أغلب الأمهات تسعى لحتى تحط أطفالها لو عند حدا يعني قريب منا، المهم أنه تعتني فيه. بس نحن بنسعى لأطفالنا أنه حتى هي الجليسة اللي هي داخل بيتها أنه نحن بدنا نوصل لها إن شاء الله ونقوم بتدريبها، لأنه أهم مرحلة هي المرحلة اللي عم نشتغل فيها هلا اللي هي من 0 ل3 سنوات لحتى نحن نطور إمكانات الطفل ونشتغل على نوافذ الفرص والبنية الدماغية لدى الطفل، لأنه بتكون هي بأوجة بهي المرحلة إن شاء الله. ونحن نتمنى لكم التوفيق بمجال عملكم وتحققوا كل أهدافكم ومهامكم. يعطيكم ألف عافية. تحياتنا لكل العاملين بالمركز الإقليمي. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. يعطيكم ألف عافية.